أخبار اليوم. من ناحية اللي بيملك بيحكم، اللي بيملك بيحكم. طيب مين اللي ليه 51 في الشركة؟ ما انا هقول لك انا 49 عرفته صاحبه، 49 عشان نعرف ان هو المؤثر. هقول لك اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده كنا في اجتماع مع عمال شركة اسمنت حلوان المحالين للمعاش، ده المعاش اللي لكن بداية اجتماع شهلا الإعلان عن إن الاتحاد تقدم الآن بإجراءات للحصول على 5 علاوات المستقطعة من كل أصحاب المعاشات، حيث إن اتضع إن كل صاحب معاش له 5 علاوات بأحكام صادرة من المحاكم، لأن هذه العلاوات صدرت بأحكام قانونية وقرارات جمهورية ولا يجوز سلبها أو نزعها من أصحاب المعاشات إلا بنفس القرارات. إذن نحن الآن بنتخذ الإجراءات القانونية لكل أصحاب المعاشات باسترداد العلاوات الخمس. وأيضا سبق للمحكمة الإدارية أن حكمت لصالحنا بخصوص الحد الأدنى للمعاشات، واكتشفت المحكمة أن قانون التأمينات غير دستوري ويتعارض مع المادة 27 من الدستور. لذلك قررت المحكمة الإدارية إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية. هذا الحكم لم يعجب الحكومة، ضعلت الحكومة عن الحكم. نحن الآن في انتظار النقض، نحن والحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا للبت في هذا الأمر. وهذا يعني أننا أمام المحكمة الإدارية العليا سوف نطالب بتطبيق الدستور علينا، وهو الحد الأدنى لأصحاب المعاشات والمقدم ب 1200 جنيه طبقا لحكم المحكمة الإدارية. بعد ذلك عرض أصحاب معاشات اسمنت حلوان كيف تعرضوا لاعتداء في معاشاتهم واغتصبت مستحقاتهم، وبالتالي هم الآن قرروا الآتي: تشكيل مجلس إدارة لإنقاذ معاشات اسمنت حلوان وعرض البرنامج لاسترداد الحقوق المغتصبة من الشركة الأجنبية، وهي الشركة إيطالية اغتصبت كل أموالهم وكل حقوقهم. وأيضا تقرر عقد جمعية عمومية لهما لاتخاذ الإجراءات في الدفاع عن أنفسهم بالاحتجاج أو التظاهر أو الاعتصام بأي طريقة لاسترداد حقوقهم. من المعطلات ومن المعاش المبكر بأسمنت حلوان. مشكلتنا ان احنا لينا فرق تعويض 81 شهر بناء على الاعلان اللي كتبته الشركة والزمت نفسيها بيه ان تساوي كل اللي طلع معاش مبكر قبل 2007 باللي طلع ب 2007. معنى كده ان احنا طلعنا على 39 شهر، والاعلان بتاع الشركه اللي هو معمول 8/11/2007 اللي ينص على ان كل واحد ياخد 120 شهر، خلينا 81 شهر بدون ما نروح او لاي مسؤول او لاي جهه قضائيه او اداريه في الدوله، لان ده التزام خدته الشركه على نفسها ان هي تدي لكل الخارجين عن المعاش قبل 2007 يساويهم اللي طلعوا في 2007. حتى كان في سنة 2007 في شهر 6 80 عامل طلعوا على 60 شهر. لما صدر الإعلان ده في 8/11/2007 الشركة بعتت ليهم شيكات على البيوت بتاعتهم ب
بقيمة الستين شهر التانيين عشان يتساووا من 120 شهر. فكان لازم على الشركة ان هي تبعت لينا كمان شيكات ب 81 شهر لكل واحد، عشان هو ده فرق التعويض بين 39 شهر وال 120 شهر اللي الشركة خدت وعد بيها على نفسها، احنا ما طلبناش منها، ده هي اللي ألزمت نفسها ان تدينا تعويض او فرق تعويض 81 شهر لكل اللي خرجوا على المعاش المبكر من سنة 2000 لسنة 2007. هو ده حقنا اللي مهضوم واللي الشركة بتماطل فيه والمحاكم دايرة فيه كل القواضي وكل المحاكم والقضايا اللي صدر لأكثر من 120 واحد بصرف 81 شهر فعلا وصرفوهم وقبضوهم وآخرهم في شهر 3/2015. احنا بنطالب ان يقفوا معانا ويجيبوا لنا حقنا، لان نفس المحاكم اللي هي ادت احقيه للناس دي كلها في 120 واحد عشان يصرفوا ال 81 شهر، هي نفس الدوائر والمحاكم اللي رفضت قضايا كتير من العمال وراحت للنقض وحل النقض هيعمل فيها ايه. هو دي مشكلتنا، ان احنا عايزين 81 شهر من الشركه الايطاليه كما التزمت على نفسها بكده. هو ده مطلبنا. جمال محمد عريش، كنت شغال ملاحظ في شركه مصنع الاكياس بشركه اسمنت وترند الوان، ورجعت على المعاش سنه 2002. لما طلعنا معاش مبكر سنه 2002 الشركه طلعت معاش مبكر تاني في شهر 7/2007، وكتبت في حيث في طباعه المعاش المبكر ان هي هتصرف على 120 شهر، احنا كان على 39 شهر وهي طلعت على 120 شهر، وقالت انها هتصرف باثر رجعي لجميع العاملين اللي طلعوا معاش مبكر، هتعوضهم 81 شهر عشان ما بتعرفش تسويها. فلما خدنا الورق ده وطبقنا شركه اسمنت حلوان وقلنا لها ادينا 81 شهر زي انت ما طلعت الناس، الشركه قالت لا انا مش هديكم حاجه، عندكم قضاء روحوا اشتكونا في القضاء وروحوا ارفعوا عليا قواضي. فرحنا فعلا رفعنا قواضي وكسبنا قواضي، والشركه دفعت حوالي 120 واحد طلع على المعاش المبكر كسبوا. اوكي. بحكم كده عفيفي شكرا تعالى بخدم المشاور الشعبي. كنت متعاقد بشكل اسمه حلوان وشغال معاك مبكر حاليا دلوقتي، ومشينا المشاوير اللي هي موجود معانا في المستشفى بتاعتنا على الشكوى. جميع المشاوير عملناها معانا مستشفيات في الجامعه، وفينا ناس رابعه الاواضي وناس مسكوا الاواضي وناس قبضوا. من ضمن الناس دي اخويا شقيق ام واب وانا ما قبضتش. وفي نفس الوقت رحنا لجميع المسؤولين في البلد، من علي سيمبي لعصام شرف لجمال الجلزوري لجمال المسؤولين اللي انا اعرفهم دول هم اللي انا اعرفهم، كان في جانب انا ما اعرفهاش. وده اللي حصل. احنا دلوقتي انا ما بقولش بالنسبه لي انا كتفكيري انا وكمخي انا ما بقولش معاش مبكر، انا بقول موت مبكر للناس اللي طلعت معاش مبكر عامه في مصر وخاصه اسمنت حلوان. موت مبكر. محمد سيد احمد عامل اسمنت حلوان عشان المكتب البيع، وبعدين رحنا اسمنت حلوان وقعد فيه. قررنا على المعاش في 2000 وادونا 39 شهر وقالوا هنستنيكم من 120 شهر في 81 شهر لغايه دلوقتي، وانا واخد حكم محكمه انا و21 واحد من ساعه الثوره معايا 20 واحد غير يعني، وقالوا القضيه عند الخبير. راحوا الخبراء الشركه طلعت معايا الخبراء قبضوا خدوا فلوس ورمونا احنا في الزباله. احنا لغايه دلوقتي ما خدناش حقنا انا والعاملين بشركه اسمنت حلوان كلها، انا واحد منهم ومعانا حكم المحكمه من 4 سنين ساعه الثوره، وعند رافعين قواضي عند المحامين ثلاثه، واحد من التامينات، واحد ل 81 شهر، واحد لحاجه اسمها الارباح المجمده.